حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عامله لكم اكله مفيش ما اعتقدش في حد في الدنيا ما يكونش بيحبها، كلنا بنحبها، الا وهي البيتزا. بيتزا عامله لكم بيتزا بطريقه حلوه جدا، ودي اللي هو القمح الكامل. طبعا دي ليه فوائد كتير جدا عظيمه، افيد بكتير من الدقيق الابيض، ويعني صحي جدا وعادي متاح لينا في الدايت ان احنا ناكل دي. طبعا جربوها ان شاء الله بالطريقه اللي عملتها دي، وهتعجبكم جدا جدا جدا، مش تفرقوها تماما عن اللي بره. يلا بينا بسرعه بقى. نبتدي الاول بالمكونات الجافه اللي هي العجينه يعني، وبعدين هوريكم ان شاء الله المكونات بتاعه الحشو. هيكون عندي كوبايتين قمح كامل اي نوع، انا مجربه النوع ده بصراحه وارتحت عليه جدا، اسمه دوبلا، حلو قوي قوي، تمام. وعندي كوبايه ميه دافيه، وعندي معلقه خميره فوريه، وزعتر وروزماري وزيتون، زيت زيتون طبعا، وعسل. يلا نبدا قاعدين نعمل العجينه. اول حاجه هنجيب كوبايه كده تكون كبيره شويه، ونحط نبتدي نحضر فيها الخميره. هنحط معلقه الخميره اللي عندي، ونحط عليها معلقه عسل، ناخد معلقه كده بالراحه ونحطها، دي بديله للسكر. اوكي خلاص، حطينا معلقه عسل. نجيب بقى ايه، كوبايه ميه الدافيه، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. نقلب الخميره كويس، الميه لازم تكون دافيه يا جماعه، ما تبقاش سخنه ولا بارده، لو سخنه هتموت الخميره، الخميره مش شغاله وهتموت. فنقلبها كويس لغايه ما تدوب، ونسيبها لما تخمر هنبتدي نعجن في الدقيق. الخميره ما شاء الله عليت معايا، دي الحمد لله نوعها حلو جدا، ودي اهم ستيب يا جماعه في البيتزا الناجحه، او اهم خطوه، لان الخميره لازم تكون يعني كويسه ونشطه كده وزي الفل. نبدا بقى مع بعضينا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، شمر بس امي كويس، ونجيب الدقيق اول كوبايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الكوبايه الثانيه، تمام. نحط يعني رشه ملح كده صغننه، ونحط الروزماري والزعتر، انا ما بستغناش عنهم بصراحه، بحبهم جدا جدا يعني. اوكي، ونحط بسم الله الرحمن الرحيم الخميره اللي عندي كلها، بسم الله الرحمن الرحيم، بجد ان شاء الله ان شاء الله تطلع زي الفل باذن الله. اوكي، قلب بقى عجينه كده الاول. اوكي، ونحط عليها واحنا بنقلبها كده حوالي معلقة صغيرة زيت زيتون، نقلب بقى كل ده لغاية ما ان شاء الله تلم معانا بإذن الله. اهو نلم فيها، لسه ملزقة شوية، هي محتاجة مثلا حوالي يمكن 5 دقايق 7 دقايق عقبال ما تلم معانا. اول ما تلم هوريها لكم ان شاء الله. لمت معايا العجينه اهي الحمد لله، يعني هي ملزقه شويه صغننين بس عادي. اوكي، هنحطها بقى في، نحط عليها شويه زيت زيتون صغننين، نغلفها بيها اهي، تمام. اوكي، ونسيبها تخمر يعني لو ساعه يبقى حلو قوي. اوكي، عشان يتضاعف حجمها ونقدر نقسمها ونعملها زي ما احنا عاوزين. بصوا نشوف ما شاء الله شكلها حلو ازاي. نسيبها شويه يعني نص ساعه كده، نفتح عليها، لو لها لسه شويه نسيبها بقى ساعه كده. اوكي، بس ان شاء الله باذن الله تخمر على طول. نغطي عليها، تمام، نسيبها تخمر. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، زي الفل اهي، اللهم صل على النبي، زي الفل. تمام، هنفضي الهواء اللي جواها كده، ونبتدي بقى ايه، طبعا تضاعف حجمها، ونبتدي بقى نفردها على الرخامه، ونبتدي نحطها في الصينيه الخاصه بيها. عشو بتاع البيتزا
عندي موتزاريلا وعندي زيتون مخلي وده سلامي او ممكن نحط بداله بيبروني زي ما انتوا عاوزين، وفلفل شرايح وطماطم شرايح وبصل شرايح. اما بالنسبه للصوص بتاع البيتزا ممكن طبعا سهل جدا انك تعملوه، هبقى اعمله لكم ان شاء الله في حلقه منفصله باذن الله، بس انا استسهلت بصراحه النهارده اللي ما عنديش وقت فجبت الصوص البيتزا بتاع هاينز. على فكره حلو جدا يا جماعه ومكوناته مش مضره خالص. لو الكاميرا تزوم معايا كده هنشوف المكونات بتاعته، عباره عن طماطم وملح وبصل وريحان وتوابل، يعني مفيش اي زيوت مهدرجه ولا اي حاجه خالص، فهو امن جدا في الدايت مفيش اي مشكله خالص. هنحط شويه دقيق كده بسيط على الرخامه، طبعا الرخامه لازم تكون نظيفه كويس ومتعقمه. اوكي، وهنحط في ايدينا شويه زيت زيتون صغنطوطين قوي عشان العجينه متلزقش في ايدينا. اوكي، نجيب العجينة، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي بسم الله الرحمن الرحيم، حلوة جدا جدا ريحتها حلوة قوي قوي قوي. اوكي، نقسمها بقى نصين نشوف، يعني لو عوزنا تاني اكتر هنبقى ايه يعني نزود اهي. نجيب بقى الصينيه اللي عندي، في طبعا دي عارفه دي مش صينيه البيتزا اصلا، انا متاكده طبعا الناس هتقولي كده، بس انا حابه شكل البيتزا ياخد الشكل ده، انتوا بقى مش عاوزين زي ما انتوا عاوزين براحتكم مش اي مشكله. هنبطنها الاول نحط فيها شويه دقيق الاول. اوكي، ونفرد العجينه فيها. عايزه تعمليها سميكه، عايزه تعمليها رفيعه، اتيو يعني زي ما انت عاوزه براحتك، ده يرجع لك انت. طبعا انا كده هحتاج بقيه العجينه لان الصينيه كبيره، هنحتاج بقيه العجينه. خدنا العجينه كلها فردناها لان الصينيه طلعت كبيره، هما يا دوبك الكوبايتين الدقيق غطوه. انا بقى عايزه الحواف بتاعتها تبقى عامله كده، انا ايه مريحه على الشيب ده او الشكل ده عشان تبقى كده. اوكي تمام، نحاول نظبطها عشان متبقاش ناحيه سميكه وناحيه رفيعه، تبقى كلها سوا واحد. اوكي تمام كده اهو، ما شاء الله زي الفل. نبتدي بقى ايه نحط لها بقى الحشو اللطيف بتاعنا. في الوقت دوت بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 200، وطبعا هنحطها مش من تحت، هنحطها على الشبكة. اوكي، اكتر لحظة بحبها بقى لحظة الحشو دي، بحبها جدا. فنحط بقى الصوص الجميل ده، نوزعه الطريقة الجميلة الحلوة دي. يكفي يا جماعة ان هي صحية، ده اهم حاجة في الوجود ان هي صحية، تاكلوا بقى كده منها ما تبقوش حاسين بقلق بقى ويا ترى بقى انا كده هتخنت، انا ما تحسوش بالذنب خالص بصراحة. هي حلوة جدا، وطبعا القمح الكامل ليه فوائد عظيمة جدا 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 جدا. خلاص وزعنا اهو الصوص او ايوه الصلصة بتاعت البيتزا يعني. اوكي كده على جنب كده، نبتدي بقى نحط الحلويات بقى بتاعتنا. انا مش عارفه ابدا بايه ولا بايه، بس طبعا هو الاساسي او البيز او الحاجه الاساسيه شرايح البصل الجميله دي، انا عاشقه للبصل، عاشقه بحبه جدا جدا اهو. نحط بقى براحتنا بصل مفيش مشكله. اوكي،
بتاعنا الجميل. ممكن بقى يعني تلعبوا في موضوع الحشو ده براحتكم، يعني ممكن تعملوها مثلا بالتونه تبقى برده صحيه وجميله جدا، تعملوها ب في يعني اطعام كتير او اشكال كتير او يعني اشكال كتير للحشو بتاع البيتزا، ما يعني مش لازم تقلده اللي انا عاملاه ده بالظبط. هو اهم حاجه في الحوار كله العجينه بتاعت البيتزا نفسها. طبعا الزيتون الاسود حبيبنا، طبعا زي ما قلت لكم بقول لكم ده بتنقعه من بالليل للصبح في ميه عشان ينزل اي ملح جواه عشان يبقى صحي ما يأذيناش في شيء. اهي ادي زيتون، الله 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 على الجمال، بجد تحفه، شكلها اصلا كده روعه. نحط بقى السلامي بتاعنا، ممكن زي ما قلت لكم تستبدلوه وتحطوا اللي هو البيبروني عادي. اوكي اهو شكلها جنان، واحده كده وادي واحده كده. الفاينل تاتش بقى الموزاريلا، واو روعه. انتوا متخيلين البيتزا دي صحيه؟ اه صحيه جدا، مش احلى من الدايت يا جماعه، باكله الجميل لطيف اهو. ادي البيتزا اهي معايا عشان عايز ازود بصل تاني، بحب البصل جدا. اوكي اوكي خلاص كده تمام. بعمل ايه بعد ما اخلص بقى كل الكلام ده؟ احط شويه فلفل اسود صغيرين على الوش كده عشان بس يبقى ايه تتبيلتها مظبوطه، لان القوطه والبصل والحاجات دي ما لهمش ما فهمش طعم يعني، فبنطعمهم كده. ونحط شويه ملح صغننين برضو على الوش عشان تبقى ايه مش ناقصه حاجه خالص تمام. وبحط انا دي من عندي بقى، معرفش ممكن محدش يحبها، بحط كزبره ناشفه على الوش مطحونه او حب مش فارق يعني. خلاص مش هقدر اوصفكم شكلها روعه. هنحطها طبعا في ال وده شكل البيتزا يا جماعه، روعه، ريحتها حلوه جدا وسمكها بالنسبه لي انا كويس جدا. عايزين تبقى فعلا كده براحتكم. الزجزجه بتاعت الصينيه طالعه اهي شكلها لطيف والله مش وحش، ولونها بص لون العجينه وهي بصوا عامله ازاي فلافي كده او يعني طريه كده حلوه مش ناشفه ولا محروقه ولا اي حاجه. هنبتدي بقى نقطعها مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم، قطعناها اهي كلها سلايزز بقت حلوه جدا. هنشيل بقى السلايزز بتاعت البيتزا، حلوه جدا، اصبروا عليها بس لما تهدى عشان تعرفوا تقطعوها كويس. اهي سخنه، طلع الدخان، نصها في الطبق، صحيه وجميله وما خدتش في الفرن بالظبط 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط لا ازيد ولا اقل. شوية زيتون كده، وده شكلها النهائي. تحفة. مش عارفه اقول ايه، حلوه جدا، جربوها. وطعم القمح
ما تفرقوش خالص عن الدقيق الابيض، طبعا ده افيد بكتير واسعارته اكيد اقل. جربوها قولي لي رايكم في الكومنتس. بحبكم جدا، وينسوش اللايك والشير والسبسكرايب. هسيبكم بقى عشان اكل، عشان انا جعانه جدا. سلام.